يعني شكرا جزيلا على العزف الرائع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. يتفق الخبراء على أن العالم بعد انتهاء أزمة كورونا سيكون مختلفا عما كان قبله، وبدأ ذلك يظهر من خلال تغير نمط الحياة اليومية وشعور الكثير من الأهل بالخوف والقلق على مستقبل أولادهم. فكيف سيكون مستقبل أولادنا؟ عن هذا السؤال وغيره تجيبنا الاختصاصية في الطفولة المبكرة مفيدة بوصبات زهرة. صباح النور. صباح النور بونجور، وانت بخير؟ ميرسي، وعيدكم مبروك. بعرف في شمال افريقيا ما بيقول يعطيك الصحة، يعطيك العافية، يعطيك الصحة. العافية في الجمر. ميرسي. طيب خلينا نتحدث عن التحديات التي تواجه الأهل والأطفال أيضا في هذا الوقت. اليوم عندنا مشكلة اللي هي المشكلة الأساسية واللي هي التداعيات. التداعيات اليوم ما هيش وليدة اللحظة ولا وليدة الكورونا، لأنه احنا في هالثلاث شهور حطينا مشاكلنا الكل على الكورونا. احنا مشاكلنا متراكمة من زمان، وبلشت بالأساس يعني في 2011 بعد الثورات العربية والحروب ومنجر على المنطقة العربية وكله. فكل هذه تراكمات، التراكمات هي تراكمات اقتصادية اجتماعية نفسية ثقافية، وتأتي على شكل منظومات. أهم منظومة عندنا احنا كعالم عربي هي المنظومة التعليمية، لأنه اليوم اللي نشوفه فيه أنه جات الكورونا فعلقينا البديل اللي هو التعليم عن بعد أو التعليم أونلاين. أو الهيكل التعليم هذا موجود من زمان، يعني من 1892 تأسست أول جامعة بالمراسلة في أمريكا، وبلشوا شوي شوي أنها تتطور لوصلت للعالم العربي واللي فيه آليات. اليوم المشكل بالأساسي مش في التعليم أو في المستقبل، هو المشكل في اللي يتسمى نسميه بالإنجليش هو البرن أوت. أنه أحنا اليوم هالتراكمات اللي عشناها من 2011 حتى قبل، بس أحنا ركزنا على 2011 لأهمية التاريخ التغيري اللي أجا. فرحنا من هل الدات أو من هل التاريخ إلى يومنا هذا. جات الكورونا، يعني الكورونا يعني شيء من هالتداعيات الكل، لأنه مش هي سبب مشاكلنا بالأساس. يعني أحنا عندنا مشاكل وتراكمات. نحكيه اليوم على خوف الأهل. الأهل من شو خايفين؟ خايفين أنه اليوم أحنا كتير رابطين حياتنا بالشهادة. أنا سمعت حد دكتور قال أنه الشهادة توصل في يوم من الأيام قيمتها من قيمة الحبر المكتوبة به. يعني شي بيخوف هذا. يعني أنت اليوم تقول أنت للأهل أنه شو صاير؟ في مدارس عم تسكر لأنه في تداعيات اقتصادية كثيرة. يعني هل في مدارس مش عم تعطي أونلاين لأنه غير مجهزة للتدريس؟ بالضبط، هذا هو. لأنه أحنا اليوم كلوجستيك أو كميكانيزم كآليات بعدنا في العالم العربي بعيد على هالمشروع. كل مشروع قائم وموجود. يعني بعتذر عن مقاطعتك، ولكن نحن في بعض المناطق عندنا مشكلة أمية. يعني في أطفال لا يذهبون إلى المدرسة. بالضبط، من غير لأنه في التسرب المدرسي أو في الحروب في المناطق اللي فيها حروب، الأطفال مش يروحوا على المدارس. في عنا اليوم حتى في نوع يعني في فئة كبيرة من لأنه بالأساس 90% من اللي عم بيدرس في الولاد في البيوت هن الأميات. مش كل الأمهات متعلمة. صحيح. تعرف تحط اي دي وتحط باسورد وتفوت لتطلع، لانه هلا في ابلكيشن كثار في الاي سكول في الزوم في هالتطبيقات كلها التطبيقات. طيب عندنا كل هذه المشاكل واكثر. الان الاهل في حاله قلق وتوتر، واجبنا انه احنا نحضر ابنائنا للمستقبل. احنا الان لا نعرف لماذا يجب ان نحضره، على ماذا يجب ان نحضرهم، وما هي الاسس، كيف نحضرهم للمستقبل بالضبط الذي لا نعرف عنه شيء. هو المشكله اللي انا حكينا فيه، لانه احنا اليوم فتنا اللي تسمى في البيرن اوت. البيرن اوت هو الاحتراق الذاتي. انت اليوم عندك مخاوف ممكن نحطوها بين قوسين اكبر حتى من التعليم. انت اليوم تفكري كيف بدك تجيبي اكل، تكملي في
المدرسه اللي المدارس هلا عم تطالب به، لانه المدارس لازم تدفع للمعلمين، للمعلمين يعطيوا هالدروس. في المشاكل الاجتماعيه، لانه في البيوت مش كل الناس عندها كمبيوتر، عندها جهاز ذكي، مش كل الناس عندها مكتب او غرفه خاصه بالولد وين باش يدرس يعمل دروس. مش كل اولاد عندها الحضور الذهني والنفسي لا يعمل طيب هالواجب بالضبط. احنا لهنا في هالكورونا احنا كالبشر بطبيعته يتأقلم ويحاول يفتش على مخارج لهالمشاكل اللي هو عايش فيها. رجعنا احنا شفنا اللي كنا الناس عم ترجع للطبيعه، عم ترجع للاصول، للجذور، لثقافتنا العربيه. انه الناس هالفتره اخر فتره علاقتها بالطبيعه كثير شفنا اللي هي تحسنت. انه مثال في بعض القنوات شجعوا على الزراعه. يعني انا ممكن نقول هذه من وجهه نظري، مثل بدنا نركزوا اكثر في العوده، لانه الناس كل بدها ترجع الحياه الطبيعيه اول عن اخر، بده يرجعوا الاولاد للمدارس. اكيد قبل الكورونا، ليس بعد الكورونا، لان البيرن ان بعده اجى البيرن اوت، انه هو كترم وكله كاليوم انت في تسمى باللغه الفرنسيه الابويزمون بارونتال، الاهل تعبين، مش بس كل الناس تعبه اليوم. صحيح. احنا مش عارفين بكره شو عم بيصير مع المشاكل كلها اللي احنا فيها، في تداعيات سياسيه، لانه المنطقه عم فيها. طيب هل نستطيع في هذا الوقت ان نبني على شيء معين؟ لا، ما بعرف في ثوابت. انا ما بدي يكون، بالعكس انا انسان كثير متفائل وما بدي يكون متشائم. يعني يجب ان نكون واقعيين ايضا بمكان محل تكوني واقعيه، لانه اليوم عندك مشاكل اكبر. اليوم مش بس المدارس، عندنا مشاكل اليوم كما حكينا اجتماعي، عندنا مشاكل نفسيه. انه انت اليوم اذا حضورك الذهني والنفسي والجسدي مش مستعد، انت ما فيك تعطي لابنك ولا شيء، لانه الولد بحاجه انه يظهر لبرا، بحاجه انه يكون في عنده علاقات بالمدارس، علاقات بدور الالعاب. على في عندنا مثال اولاد مهمشين، اصحاب الاحتياجات الخاصه. انت اليوم ولد له احتياجات خاصه مستحيل يقعد قدام اكران وبده يحضر زوم او يسمع، او هول عندهم متطلبات واحتياجات خاصه، لانه احنا المنظومه التعليميه وصلنا بها لزمن الكورونا ضعيفه. تعتقدي انه حنتعلم منها ونطور نفسنا ولا؟ شوفي، الانسان دائما يتعلم، دائما يتعلم، وتعليمنا ما راح يقف، لانه مثلا الانسان طالبا للعلم، فاذا ظن انه علم جهل. الاخير احنا في هالكورونا تعلمنا الكثير، تعلمنا كيف نعيش وكيف نتعايش. على فكره عندك الحجز الصحي والتباعد الاجتماعي هم مختلفين. يعني انت اليوم حجزتي حالك صحيا احسن ما تضريني، احسن ما تضري امك، بيك، جدك، جدك، كل هالناس. ما كمان احنا في تباعد اجتماعي واللي هو شوي صعب. طيب الان نحن مثل اطفالنا الاثنين ما بنعرف ماذا يوجد غدا، والاثنين بنتعلم ونتلمس قليلا. ربما هذا يعطي فرصه ايضا للاولاد، لانه احيانا نحن نفرض وصايتنا عليهم انه احنا نعرف اكثر، ولكن ربما هذا سيعطينا نوع من التواضع انه احنا بنتعلم مع بعض. اكيد، لانه انت الاولاد ممكن انت تتعلمي من الولد والولد يتعلم منك. صحيح. لانه الولد هو في الاخير عم يتعلم انت من اللي عم تعطي. لهيك كثر انا يعني في هالفتره عملت فورماسيون اللي هي على البيرن اوت والبيرن ان، انه كيف احنا اليوم بدنا نواجه مشاكلنا بطريقه سلسه، بطريقه فيك تعطي فيها. لهيك احنا يعني في الكورس اللي اخذناه، انه اليوم بدنا نرجعوا للشيء البسيط، مثل بدنا نحاولوا انه نطلعوا فينا الاشياء اللي احنا ما نعرفوهاش على حالنا، مواهبنا. مثال عندنا احنا كعالم عربي كثير مواهب مهمشه. صح. الزراعه، الموسيقى، فكره الموسيقى كثير حلو. انه اليوم احنا ما نعملوش ميزانيه لوزاره الثقافه، مثال ما نعملوش ميزانيه للمسرح، للموسيقى، الحرف اليدويه، الحرف اليدويه، الصناعات التقليديه. مثال احنا اليوم صناعاتنا التقليديه عم تندثر للماركات، للتلميع الغربي اللي احنا نستقطبوا فيه. لو احنا عندنا موارد فينا نعملوها، لانه احنا بالاساس شعوب مستهلكه غير منتجه. انت اليوم بدك تحاولي طلعي من ابنك شو الحاجات اللي هو يحبها وتنميها له شوي شوي. مثل في الرياضه كثير مهمه. احنا نعمل الرياضه كلوكس. صح. لغة الرياضه كثير مهمه، لانه في ميزانيات تعتمد، في دول اقتصادها معمول على الرياضه، انه اليوم في انواع رياضه فوق بطولات. لا، احنا العالم العربي انه ما نعطيش اهميه كثير للرياضه لأي سبب، تعطيش أهمية للموسيقى. وإذا أعطيناه بنعطيه دائما للرياضات الجماعية ولا تهمنا الفردية. لأنه مثال في الكثير والكثير من الرياضات الفردية اللي يجيبوا أصحابها ميداليات وما بنسمعوا بهم، ما نعرفوهمش.
يعني ربما يجب أن نفرد كمان مرة أخرى نتحدث فيها عن هذه الأشياء التي يجب أن نركز عليها في الفترة القادمة. ولكن لليوم فقرتنا إلى نهايتها. الاختصاصية في الطفولة المبكرة مفيدة أبو صبات، شكرا جزيلا لك. وأنا سعيدة لأنك أول ضيف استقبله في الاستوديو، كسرنا من الحجز اول كورونا، فانا سعيده جدا بهذا التواصل. بتمنى انه ترجع حياه لطبيعتك. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله.